السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد اللي هو الكيك بارد، تيجي زوين غير تبعوا معايا المراحل. بسم الله، ندوزو المقادير. تنحتاجو جوج بيضات وهنايا نص كاس ديال سنيدة، حيت باقي الطبقات الاخرين بيكونوا حلوين. وهنايا عندي نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب، وهنايا وحدة فاني وخمارة وحدة حمراء، وهنايا جوج ساشيات ديال الكاكاو، وهنايا عندي جوج كيسان لاروب ديال الدقيق الفورس. المهم تنشوفو شحال يخص ونقول لكم. بسم الله، راني درت جوج بيضات هنايا نطربهم. نزيدو سنيدة، نزيدو حدا فاني، نزيدو الحليب شوية نزيدو صاشات كاكاو اللون، نزيدو التاني، جوج كيسان لاروب ديال الدقيق، غادي نزيد النص ونشوف.
نزيد الساشيه ديال الهاني، نزيد داك شويه الدقيق ما نكثرش حتى نشوف. ها هي لاباط ديال الكيكه كوجدات، وهنايا عندي هذا الموليتي يتحل هنايا من الجناب حيت مع الكيكه بتكون فيها الطبقات. راه درت ليه الزبده ودرت ليه الدقيق، دابا نكبو لاباط والفران راه شعلته. ها هي لاباط الكيك درتها في المول، دابا ندخلها للفران. ها هي الكيكه خرجتها من الفران محده سخونه، نسقيوها هكا بشويه الحليب. هنايا غادي نحتاجو صلصة ديال الكراميل، بسم الله. غادي نديرو كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة، هاكا هاكا نشعل البوطة غي شوية. صافي ونخليو حتى نشوفو الجناب ديالو بدا تيتلون عاد نحركو. هاهو الكراميل وجد، دابا غادي نزيد ليه معلقه كبيره ديال الزبده. دابا تندير واحد طانون مسوس ناتور تنزيدوه فوق هاد الكراميل. نحركو ونستمرو هكا بالتحريك حتى ينسجمو لينا العناصر كلهم. واخا هادي تحت الشجر ماشي بس مكان، هادي تحت. كراميل وجدات، دابا عندي هنايا اللوز وشويه الكركاع، دابا تنرميهم حتى هما. ونحركوا هاد العناصر كلها تتنسجم مزيان، وهي اللي بينا نديرو فوق الكيك الطبقه الثانيه فوق الكيك. هذاك الكراميل واللوز والكركاع اللي درت تنكبو ديريكت فوق هاد الكيك. هذا دابا الطبقة الثانية، نسرحوها هكا على الجناب ونخليو حتى يبس عاد ندوزو نديرو الطبقه الثالثه. دابا
الطبقه الثالثه كنحتاجو هاد لا كريم شانتي، وهنايا هاد الفلون ديال الشوكولات. الا كان موجود الشوكولات هو هذا، ما كانش نديرو الفلون كراميل. وهنايا جوج معالق ديال السكر حيت هادي تتكون مسوسه، نزيدو شويه السكر. هي لا مستلعات. دابا غادي ندير هي معلقه ديال هذاك الفلون ديال الشوكولات، هي معلقه واحده. الطبقه الثالثه ديال لا كريم شانتي هي طلعت. دابا غادي نكبها على هذا الخليط ولا الكيك. ها هو الكيك موجود. دابا غادي نديرو في الكونجيلاتور مده ديال 3 السوايع ونعاودو نتلاقاو. ها هو الكيك اللي وجدت معكم، زوقتو بشويه لاصوص ديال الكراميل ودرت ليه شويه الكركاع من الفوق. نتمنى يعجبكم وما تنساونيش من لايك وتابوناو عندي في لاشين، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.